أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. من رأي اليمن، الحوثيون يحتجزون مئات الأسر اليمنية في رداع. من الشرق الأوسط، وزارة الأوقاف تقول لا نعترف بوثائق ما بعد سقوط صنعاء بيد الحوثيين. ومن أخبارنا المنوعة، ناسا تطلق تطبيق واقع افتراضي لالتقاط صور في الفضاء. أهلا بكم. بعد سنوات الحرب استعاد ملاك مباني انفتاعز بيوتهم التي كانت تتخذ كمواقع للحرب وعنون موقع المصدر أونلاين. اللجنة الرئاسية تخلي العمارات من المسلحين وتزيل المتارس من شوارع تعز. قال الموقع إن اللجنة الرئاسية استلمت فندقي طيبة وشمسان وأخلت كافة المباني السكنية من المسلحين وسط مدينة تعز. وقال مصدر عسكري للمصدر أونلاين أن اللجنة التي شكلها الرئيس هادي برئاسة العميد عبد الفرحان المخلافي مستشار محور تعز العسكري استلمت فندق طيبة من قوة المحور وفندق شمسان من كتائب أبو العباس. كما أخلت اللجنة الرئاسية كافة العمارات السكنية في أحياء الأجينات وباب موسى والمصلى من المسلحين الذين كانوا يتمترسون فيها، وأزالت جميع المتارس من شوارع وسط مدينة تعز. وسلمت اللجنة الرئاسية العمارات لأصحابها، كما كلفت قوة اللواء الخامس حرس رئاسي والشرطة العسكرية بتأمين مناطق وسط المدينة. لن يخرج الوضع العربي من مأزقه التاريخي والوجودي بلا تعامل حقيقي وصادق مع تنمية شفافة وحقوق واضحة وحريات مكفولة. حتى اللحظة لا يعرف النظام العربي لغة سوى لغة الخشونة الفاشلة. هكذا بدأ أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت شفيق ناظم الغبرة مقاله المنشور في القدس العربي، مضيفا في أجزاء من المقال. في دول بلا سياسة وفي ظل أنظمة فقدت الثقة بنفسها، تتدفق شلالات الخوف لتشمل كل الناس. ففي مجتمعات يسودها الظلم ستقع الاحتجاجات المفاجئة، وستفشل الدول في ممارسة وظائفها. فمنذ ثورات وحراكات 2011 يفتقد النظام العربي للإنجاز كما وللحكمة، كما يفتقد لقصص النجاح وللرحمة. إن القطار العربي الراهن الذي تتشكل منه الدول العربية سائر نحو هاوية في واد بلا قاع. في كل يوم تمتحن مقدرة الشعوب العربية على الصبر على حالة القمع والإهانة. شعوب تعيش في كل يوم مع سياسات تنتج الفشل وراء الفشل. لكن صبر الشعوب وعدم تحركها للدفاع عن مصالحها لن ينتج الاستقرار أو انتصار الاستبداد، بل سيخضع مزيدا من الدول العربية للانهيار والفشل الذاتي. دول فاشلة، وهذا بدوره سيفتح الباب للاحتلال الأجنبي. لا نستطيع أن نعتبر بأن المأزق العربي يقتصر على كونه مأزق ديكتاتورية وحريات كما هو حال الصين، بل إنه نتاج واضح لمأزق أعمق منه نجده في وسائل القيادة، من حيث سرعة الانفعال وضيق الصدر وقلة الحكمة ودرجة الانغماس في الذاتية المطلقة. ومن أهم تعبيرات هذا النمط من القادة الفشل في بناء مؤسسات فاعلة، والفشل في التعليم، والفشل الأهم في التعامل الصائب مع المواطن بما يحمي كرامته وحقوقه على كل صعيد. إن الحد الأدنى للخروج من محنة العرب الراهنة تتطلب مساومات بين القوى السياسية التي يتشكل منها النظام العربي، وخاصة تلك القوى السياسية التي تم استثناؤها من قبل نظام الحكم. إن السعي لتصفية كل تيار مختلف ومعارض لمجرد أنه ينتمي لرؤية نقدية تجاه النظام هي جزء لا يتجزأ من استمرار انحدار الوضع العربي الراهن. لا البر آمن ولا البحر أيضا. ووفقا للصحوانيت، فقد عثرت التشكيلات البحرية بالمنطقة العسكرية الخامسة على ألغام بحرية وعنوان الموقع. العثور على ألغام بحرية جديدة زرعها الحوثيون في البحر الأحمر. قال الموقع إن ألغاما زرعتها الميليشيا الحوثية بالقرب من ممر الملاحة الدولية بالبحر الأحمر غرب اليمن. وقال مصدر عسكري بالمنطقة الخامسة إن فرق التشكيل البحري بالمنطقة العسكرية عثرت على 6 ألغام بحرية
زرعتها الميليشيات الحوثية قرب مرسى حبل القديم بمديرية ميدي الساحلية شمال محافظة حجة. وأضاف المصدر أن الفرق الهندسية بالتشكيل البحري قامت بتفجير تلك الألغام في عرض البحر. وبحسب المصدر فإن الميليشيا عمدت إلى إخفاء الألغام المزروعة في عمق ساحل البحر الأحمر، وذلك في محاولة منها لاستهداف سفن الصيادين واستهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر. ويحاول الحوثيون تعطيل الملاحة في البحر الأحمر من خلال محاولات زرع الألغام البحرية في سواحل اليمن، حيث تنجرف تلك الألغام بفعل الأمطار والسيول الموسمية المتدفقة من المرتفعات الجبلية إلى عرض البحر الأحمر، ما يمثل تهديدا خطيرا للملاحة الدولية، إضافة إلى الخطر الذي تمثله تلك الألغام على الصيادين وسكان الجزر اليمنية. يتعرض المسافرون اليمنيون داخل بلادهم لأنواع الابتزاز، ويتم حصرهم في مربعات ضيقة. ووفقا لموقع رأي اليمن فإن الحوثيين يحتجزون مئات الأسر اليمنية في رداع. قالت مصادر يمنية أن نقاط تفتيش تابعة للميليشيات الحوثية تمارس تعسفات بحق مئات الأسر أثناء مرورها على تلك النقاط في مناطق مدينة رداع بمحافظة البيضاء. وقال شهود عيان بأن الميليشيات في نقاط مدينة رداع بمحافظة البيضاء تحتجز مئات الأسر، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، وتمنعهم من الوصول إلى صنعاء أو الوصول إلى حضرموت وشبوة ومارب ومحافظات أخرى. وأوقفت باصات النقل الجماعي التي تقل المئات من المواطنين والنساء والأطفال في نقاطها المسلحة، وباشرت بتوقيفهم عدة ساعات، حيث بات التنقل من صنعاء إلى محافظات أخرى مخاطرة تؤدي في كثير من الأحيان للحجز والاختطاف التعسفي ومصادرة ممتلكات وأموال المسافرين. يقول مسافرون أنهم يتعرضون منذ خروجهم من العاصمة صنعاء لإيقاف متكرر وتفتيش دقيق يشمل أغراض الخاصة وهواتفهم في عشرات النقاط من صنعاء مرورا بذمار وحتى نقطة تدعى باسم مشرفها أبو هاشم سيئة الصيت في البيضاء. تحولات تنكرها قوى تقدمية، تحت هذا العنوان كتب محمود الرماوي مقاله المنشور في العربي الجديد، مضيفا في جزء منه. قبل موجة الربيع العربي ومنذ أواخر القرن الماضي شاع حديث الديمقراطية وتمكينها والفصل بين السلطات، وهو حديث انضم إليه قوميون ويساريون إلى جانب الديمقراطيين والليبراليين. ومن المفارقة أنه قد تم الإقلاع عن هذا الحديث بعد موجة الربيع العربي، وذلك بعد أن ذهبت الجماهير بعيدا في غيها وتجرأت على الخروج من دون استئذان أصحاب الوحي الثوري وبغير التسلح بنظرية ثورية، فحق على هذه الجماهير الرجم واللعنة، وذلك ينسحب على الموقف من التعقيدات التي تكتنف حال الدول والمجتمعات والتي يجري النظر إليها باستخفاف باعتبار التعقيدات لا تطمس الصراع الطبقي ولا مشاريع الهيمنة الإمبريالية، حتى لو انشطر مجتمع كبير مثل المجتمع العراقي ولأول مرة في تاريخه إلى شطرين طائفيين. فسوف يقال حينئذ إن الكادحين العراقيين لا طائفة لهم سوى طائفة الكدح، وإن زعماء الطوائف تجمعهم مصالح النهب، وإن الفيصل هو في مدى الاقتراب أو الابتعاد عن الإمبريالية الأمريكية وأدواتها. أما تفكك النظام العربي الرسمي وما يتصل به من اتساع دائرة التدخلات الخارجية ومن تهتك مفهوم الأمن الجماعي ومن إدارة الظهر لجامعة الدول العربية بعد العمل على إضعافها وتفريغها من كل محتوى، فإنه ينظر إليه ثمرة للتدخلات الأمريكية والإسرائيلية، وإنه لا أسف في جميع الأحوال على ما يسمى النظام العربي وجامعته. حتى لو نشبت حروب داخل الكيان العربي أو خرجت مشكلة اللاجئين واللجوء، فهذه مجرد أعراض للالتحاق بأمريكا والغرب، وباعتبار أن شيئا مهما لم يحدث منذ ستينيات القرن الماضي. وبما يملي التمسك بخطاب ذلك الزمان وبوصلته الهادية، فالمثقف الحقيقي والثوري لا يتغير. يصل يوميا إلى مديرية عبس بمحافظة حجة المئات من سكان مديرية حيران الذين فروا من قراهم حيث تدور المعارك فيها، قاطعين بذلك مسافات شاسعة في ظل حرارة الشمس المرتفعة. ولكن كيف يصلون وفقا لموقع المشاهد نت؟ هربا من الموت، نازحون يقطعون مسافات شاسعة مشيا على الأقدام.
قال الموقع إن أطفالا ونساء وكبارا في السن اضطروا للفرار من جحيم المواجهات سيرا على الأقدام من حيران إلى عبس، تاركين وراءهم منازلهم وما لم يستطيعوا حمله ليلحقوا بأهالي مديريتي حرض وحيران المجاورتين الذين تشردوا من منازلهم جميعا قبل أكثر من 3 سنوات. يضيف الموقع أن معاناة ساعات المشي لا تزال بادية على أقدام النازحين. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لمطالعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. ركزت صحيفة لوفيغاغو الفرنسية على تبادل الاتهامات بين ميليشيا الحوثي والتحالف العربي حول من قصف المدنيين في الدريهمي. قالت الصحيفة وقع الهجوم في محافظة الحديدة حيث تدخل التحالف العسكري منذ عام 2015 إلى جانب السلطة ضد المتمردين الحوثيين الذين استولوا على مساحات شاسعة من الأراضي بما في ذلك العاصمة صنعاء. ووفقا لوسائل إعلام المتمردين فقد قتل 31 شخصا بينهم نساء وأطفال وأصيبوا بجروح في غارات جوية على حافلة ومنزل في منطقة الدريهمي جنوب مدينة الحديدة. لكن وكالة وام في الإمارات العربية المتحدة وهي أحد أركان التحالف قالت إن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا مصنوعا في إيران ضد المدنيين ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. تفيد الصحيفة أن الإحصائيات التي يقدمها كلا الجانبين لا يمكن تأكيدها بشكل مستقل في هذا الصراع. تتابع الصحيفة تشهد منطقة الدريهمي التي تبعد حوالي 20 كيلومتر جنوب الحديدة معارك منذ أسبوعين بين المتمردين والقوات الموالية للحكومة بقيادة القوات الإماراتية. أذنت الحكومة اليمنية إتلاف وإحراق ميليشيا الحوثي الإرهابية لمبنى وزارة الأوقاف والإرشاد في صنعاء بعد أن قامت سابقا بنقل أغلب وأهم الوثائق والمسودات والمخطوطات، وتعتدي تلك الميليشيا على أموال الأوقاف وأملاك الدولة العقارية. ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط فقد وجهت الحكومة وزارة الأوقاف بإلغاء كل ما تم التصرف به والانتفاع من خلاله بأراضي الأوقاف سواء بالبناء أو بأي صورة من صور الانتفاع لجهات أو شركات أو أفراد، واعتبرته لاغيا وباطلا قانونا ودستورا وشرعا، وأن القرارات المتعلقة بأموال الأوقاف بعد 21 سبتمبر أيلول 2014 لا يترتب عليه أثر قانوني في مواجهة إدارتي الأوقاف والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني. كما وجهت الحكومة اليمنية عبر البيان نداء إلى المواطنين بأن أي وثائق تمليك أو تأجير أو انتفاع لأملاك الأوقاف من أراض وعقارات وغيره بأي صورة من الصور التي جرى إبرامها مع عناصر الميليشيا تعتبر ملغية وغير ملزمة للحكومة. دروس الشرق الأوسط من سلام وستفاليا، تحت هذا العنوان كتب رئيس تحرير موقع هاندس بلات جلوبال أندرياس كلوث مقاله الذي ترجمه علاء الدين أبو زينة ونشرته الغد. أول شرط للأمل في الشرق الأوسط هو أن تفهم مجموعة كبيرة الحجم من المتحاربين أن الحرب لا يمكن كسبها. لا يستطيع أي من اللاعبين أن يسود، لكن كل لاعب يستطيع أن يحرم الآخرين من الانتصار. والمتطلب الثاني هو أن تتفق هذه المجموعة من المتحاربين السابقين أو الأمراء الخارجيين لدى دخول المفاوضات على ضرورة تحييد قضية الدين، حيث تتخلى كافة الأطراف عن ادعاءاتها اللاهوتية بامتلاك الحقيقة عن طريق فصل الدين عن السياسة. قبل 400 عام بالضبط من هذا العام قام البروتستانت في براغ بقذف ممثل الإمبراطور الروماني المقدس من نافذة في الطابق الثالث، وقد نجا الثلاثة جميعا، لكن قذف هؤلاء الناس من النافذة آذن بانطلاق سلسلة من الأحداث التي ما كان أحد ليتوقعها بطريقة ما تزال محيرة حتى اليوم. والنتيجة على مدى 30 عاما ظلت الإمبراطورية الرومانية المقدسة للأمة الألمانية، ألمانيا اليوم إلى حد كبير ساحة معركة متواصلة، ومات في القتال نحو 1 من كل 3 من مواطنيها، وفي بعض المناطق مات 2 من كل 3. ولكن في ذلك الحين قبل 370 عاما وبعد 5 سنوات من المفاوضات الشاقة، تمكن أمراء وقوى أوروبا من إيقاف سفك الدماء بشكل دائم
ووقعوا ثلاثة من المعاهدات الأكثر شهرة في التاريخ، وكان ما يدعى السلام الويستفالي السبب في ولادة نظام الدولة الحديثة. ويمكن أن تكون لذلك كله صلة خاصة بالنسبة لكل المعنيين بالشرق الأوسط اليوم. كبداية، نشب كلا الحريقين حرب 30 عاماً والحرب الأهلية السورية في دول فاشلة باستخدام المصطلح الحديث، وبعد قرن من ذلك سوف يقول فولتير إنها لم تكن بأي طريقة مقدسة ولا رومانية ولا إمبراطورية. وبالمثل فإن سوريا واليمن وكذلك العراق ودول أخرى في المنطقة افتقرت منذ الربيع العربي إلى وجود حكومات متماسكة. أنا بخير ونحمد ربنا على كل حال. يا بني، يبدو أنها أوجاع 70 عاماً بدأت تظهر الآن وتنال مني. بهذه العبارة بادر ملحن ومغني نشيد الجمهورية اليمنية الفنان أيوب طارش عبسي بالجواب على محرر العربي الجديد، مضيفا وهو في طريقه لإجراء فحوصات طبية بالصين. معروف بأني لا أستطيع أن أغادر وأترك اليمن، تلك الأرض بلادنا الجميلة والتي غنينا لها. ويعتبر الكثيرون أن الفنان أيوب طارش مدرسة فنية متكاملة، وخصوصا أن الفنان اليمني الوحيد أو أنه الفنان اليمني الوحيد الذي استطاع أن يجمع بين الموروث بتطويره وتحسينه والإبداعات في مختلف المجالات، إذ غنى للحب والوطن والأرض والإنسان وللمدن قبل أن يتوجه نحو التصوف كقيمة روحية نثرية، فأبدع في أغاني عديدة. وعن أول أغنية لأيوب تقول العربي الجديد، بالله عليك ومسافر، هو اسم أول أغنية للفنان أيوب طارش خلال 50ليات القرن الماضي، وهي التي أكسبت الفنان شهرة واسعة قبل أن ينتقل إلى عدن ويستقر فيها لسنوات ويغني عن الغربة ويجبر المئات من اليمنيين على العودة إلى بلادهم. وفقا للصحيفة، يبقى النشيد الوطني رددي أياتها الدنيا نشيدي هو أبرز عمل أنتجه الفنان أيوب طارش على الإطلاق طوال مسيرته الفنية، وهو من كلمات الشاعر عبد الله عبد الوهاب نعمان، حيث تم اختياره بعد قيام الوحدة اليمنية 1990 نشيدا رسميا للجمهورية اليمنية الموحدة. وكان نفسه أيضا هو النشيد الرسمي لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية جنوب اليمن قبل الوحدة. تضيف العربي الجديد استنادا إلى مصادر مقربة من الفنان، التقى أيوب قبل مغادرته لليمن بوزير الثقافة اليمنية مروان دماج، الذي اكتفى بوعده بنقل خبر مرضه للرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي، ولكن لم يصل إلى أيوب أي شيء من تلك الوعود حتى الآن. إلى أخبارنا المنوعة، حيث أنشأت وكالة ناسا الفضائية الأمريكية تطبيقين لواقع افتراضي يتيحان للمستخدمين التقاط صور سيلفي في الفضاء الخارجي أمام مواقع كونية رائعة، إضافة إلى القدرة على استكشاف نظام الكواكب الخارجي والذي يضم 7 كواكب بحجم الأرض تقريبا. وعنون موقع اليوم السابع، ناسا تطلق تطبيق واقع افتراضي لالتقاط صور في الفضاء. ووفقا لما نشره موقع انجيدت الأمريكي، فإن التطبيقين يحملان أسماء سيلفيز وإكس بلانيت إكسكريشنز، وتم إطلاقهما للاحتفال بالذكرى السنوية رقم 15 لإطلاق تلسكوب سبيتسر سبيس التابع لناسا. وقالت وكالة الفضاء الأمريكية في بيان لها أن اكتشافات سبيتسر المذهلة والصور المذهلة هي قلب هذه المنتجات الجديدة، حيث يتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء لقطات سيلفي للمستخدم في بدلة فضائية افتراضية، وتظهر أمام مواقع مميزة في الفضاء، تظهر مثل التقاط صورة وسط مجرة درب التبانة. كما يوفر التطبيق أيضا معلومات عن هذه الصور المذهلة، ويوجد في الوقت الحالي 30 صورة مذهلة للاختيار بينهم، وجميعها مأخوذة من التلسكوب سبيتسر، ويتم إضافة مزيد من الصور من بعثات رحلات الطيران والعلوم البشرية الأخرى في الوكالة في المستقبل. الأحداث في صور كما تظهرها عدسة مصوري صحيفة الجارديان البريطانية، ويبدو فيها الأمل بحياة أفضل رغم المعوقات. نتابع الصور.
بدون كلمات يعبر فنانو الكاريكاتير عن الأحداث وعن وجهات نظرهم حول القضايا ليكون تعبيرهم أبلغ. أبرز ما نشرته الصحف نتابعها في فقرة الكاريكاتير. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.